الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف فلا يغتر. كل الأزمة دي بسبب فيروس، فيروس لا يرى بالعين المجردة. والفيروس ده آلية عمله عجيبة جدا، يدخل خلية الإنسان ويحتل الفيروس الآليات الموجودة في الخلية، وبيخلي الخلية بدل ما تنتج مواد مفيدة للجسم بيخليها تنتج الفيروس نفسه، إلى أن تنفجر الخلية وينتقل الفيروس لخلية أخرى وينفذ نفس عمليته. لازم نقيد النعم بالشكر. وفي كتير من النعم يسموها النعم المعتادة لأننا نسيناها من كتر الاعتياد عليها. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا أقترح إضافة الصدقة ضمن الإجراءات الوقائية. العلماء المسلمون كانوا بيستخدموا تعبير الفزع من الفراغ، سواء فراغ وقتي أو فكري أو حتى نفسي. فلازم نستثمر الفترة دي في تحسين أنفسنا، وده أحسن استثمار على الإطلاق لأننا بنستثمر في أنفسنا، سواء استثمار للتخطيط، فرصة للقراءة، فرصة لتقوية العلاقات الأسرية، فرصة لتعلم لغة، فرصة لتعلم مهارة.